مرحبا بكم في سبور نيوز. تواجه يوم غد لاعبة التنس التونسية أون جابر الأمريكية إيلي هالباور ضمن دورة هاربور بيتش الأمريكية التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 80,000 دولار انطلاقا من الساعة 7 مساء. هذا وقد حققت أون جابر قفزة في التصنيف العالمي الجديد الصادر مساء أمس، حيث تقدمت ب 12 مركز لتحتل المرتبة 119 عالمية. يشارك المنتخب الوطني للجيدو أكابر وكبريات والمنتخب الوطني للكاتا ضمن البطولة الإفريقية للجيدو التي ستقام في مدغشقر من 12 إلى 17 أفريل 2017. هذا وتحول الوفد التونسي ليضم 20 شخص بقيادة عضو المكتب الجامعي معز خيتوني، أيضا رئيس الجامعة إسكندر حشيشة مساء أمس إلى مدغشقر. إلى أخبار كأس رابطة الأبطال الأوروبية، يتجدد الموعد مع أقوى المباريات ومواجهات من العيار الثقيل. قمة ألمانية فرنسية ستكون محطة كل أنظار العالم بملعب سيجنال إيدونا بارك بين بوروسيا دورتموند موناكو. بوروسيا دورتموند لتعويض هزيمة الجولة الأخيرة من البوندسليغا أمام البايرن ميونخ، وحيرة كبيرة للمدرب توماس توخيل بسبب تعدد الإصابات في صفوف الفريق الألماني على غرار الياباني كاغاوا وأندري شورلي، والتعويل على النجم أوباميون لأحداث الفارق في مباراة الذهاب رغم صعوبة المهمة أمام فريق موناكو المترشح على حساب المان سيتي، وكل الأمال في خبرة الكولومبي فالكاو لتحقيق نتيجة إيجابية من ملعب إيدونا بارك بالذات. ثانية المباريات ستكون المواجهة إيطالية إسبانية بين يوفي وبرشلونة في لقاء ذكريات نهائي تشامبيونز ليغ سنة 2015 عندما انتصر البلاوغرانا 3-1. فريق السيد العجوز يمني نفس لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب والاستفادة من هزيمة برشلونة الأخيرة في الليغا أمام مالاغا. البارسا أمام امتحان حقيقي لتأكيد جدارة تواجده بالدور ربع النهائي بعد الريمونتادا التاريخية أمام البي اس جي. مواجهة اليوفي برشلونة تحمل أكثر من معنى. داني ألفيس في حوار أمام فريقه السابق، ديبالا ليو ميسي، وحوار متجدد بين كيليني ولويس سواريز. أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسمياً إقالة المدرب إدغاردو باوزا على خلفية النتائج السلبية التي حققها المنتخب الأرجنتيني في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018. إقالة إدغاردو باوزا من تدريب المنتخب التانغو كانت متوقعة على حد كبير بعد الإخفاقات المتكررة للمنتخب الأرجنتيني في تصفيات المونديال، آخرها الهزيمة من بوليفيا بهدفين لصفر. إلى كأس رابطة الأبطال الآسيوية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة، تمكن فريق أوراوا الياباني من تحقيق انتصار ثمين على شانغهاي الصيني بهدف لصفر. الهدف الوحيد سجله البرازيلي سيلفا رافائيل في الدقيقة 44. مباراة شهدت إضاعة نجم فريق شانغهاي الصيني البرازيلي أوسكار لزوز ضربات جزاء في الدقيقة 65 و76. في نفس المجموعة، فريق سيول الكوري الجنوبي يعود بالنقاط الثلاث من خارج القواعد أمام وسترن سيدني وبنتيجة 3-2. وافتتح سيوك هيون لي التسجيل لسيول في الدقيقة الرابعة ليضيف المهاجم داميانوفيتش الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 42 و71. فيما سجل أهداف وسترن سيدني تيري أنتونيس ولاشلون سكوت في الدقيقة 77 ودقيقة 90+2. في رياضة الهوكي، فريق تورنتو ينقاد إلى الهزيمة أمام جماهيره وبنتيجة 3-2، عندما واجه كولومبس بلو جاكيتس. رغم أسبقية تهديف لتورنتو عبر جيمس ريمزديك،
فريق كولومبوس بلو جاكيتس يعود من بعيد ويسجل 3 أهداف في الفترة الثانية، أهداف حملت توقيع الكندي كالفير جوش أندرسون والأمريكي أتكنسون. إلى كرة السلة الأمريكية الـNBA، أورلاندو ماجيك ينقاد إلى الهزيمة أمام شيكاغو بولز بنتيجة 122 مقابل 75، لقاء تألق خلاله روبن لوبيز من جانب شيكاغو بولز بتسجيله لـ 18 نقطة كاملة. ونختم فقرة سبور نيوز بماراثون الثلج بالقطب الشمالي، ويتحقق فيها البولوني بيوتر سوشينيا المركز الأول بعد مقطع السباق بمدة زمنية 4 ساعات 6 دقائق و34 ثانية. إلى اللقاء.